بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة شيق جدا 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 جدا، في معلومات كتير، في معلومات مهمة كتيرة جدا، في معلومات لو ما قدرتوش تستوعبوها او تفهموها او تركزوا فيها كويس هيفوتكوا كتير جدا في سلسلة الحضارة. هنجاوب في الحلقة دي عن اسئلة كتير مهمة، ازاي بدأ خلق البشر وازاي اتكونت الحضارات. هتقدروا تفهموا ازاي بدأت الحضارة الفرعونية والسومرية والبابلية والاشورية والحضارات العملاقة اللي ظهرت على الارض بدايتها النهاردة، بداية نشأة الحضارة النهاردة. في جزء من التاريخ مفقود تماما، مش هتلاقوه في اي مكان، فعلا مش هتلاقوه في اي مكان. حد فيكم سأل نفسه بعد ما قابيل قتل هابيل ايه اللي حصل في الدنيا؟ لو سألت او بحثت على الانترنت او دورت في اي قنوات هتلاقي كل المعلومات المتاحة ثلاث معلومات فقط: قابيل قتل هابيل، بعد كده وجود سيدنا شيس عليه السلام، وبعد كده ادريس، وبعد كده قصة سيدنا نوح والطوفان. ايه اللي حصل في النص؟ حد فيكم يعرف؟ حد فيكم دور او بحث ولقى اجابة عن السؤال ده؟ في الحلقة دي ان شاء الله هتبدأوا تعرفوا ازاي اتكونت الحضارة، وازاي ان هم قدروا يخدعوكوا ويفهموكوا ان الحضارات في الاول كانت بدائية وبعد كده تطورت للحضارة اللي احنا موجودين فيها دي. كل الكلام ده هتكتشفوه في الحلقة دي، وهتكتشفوا ان الحقيقة كاملة من بدايتها. هنجاوبكم النهاردة على اسئلة مهمة جدا زي ما قلت لكم، وهتعرفوا معانا ازاي بدأت الحضارة على الارض، العلوم جت منين، الحضارات اللي نشأت حتى بعد الطوفان بدأت ازاي، الحضارات الكبرى اللي نشأت على الارض بعد الطوفان واللي وصلت لنا معلومات عنها بدأت ازاي وكان اصلها ايه. كل ده هتعرفوه في الحلقة النهاردة ان شاء الله. ذكرنا في الحلقات اللي فاتت بداية سلسلة الحضارة، ازاي ان الجن انشأوا حضارة كبيرة على الارض، وازاي الحضارة دي اتدمرت بسبب حرب مهولة حصلت بين قبائل الجن وقبائل الشياطين بينهم وبين بعض، وازاي سفكوا الدماء، وازاي نزلت الملائكة ودحرتهم واخرجتهم من ملك الارض وادتهم يعيشوا في جزر البحور، وازاي بعد كده الله سبحانه وتعالى خلق ادم في السماء والسماء انزلوا الى جنة في الارض، ومكان الجنة دي فين، وليه ابليس عصى الله، وليه ادم عصى الله، وليه ربنا تاب على ادم وما تابش على ابليس، وايه بداية الصراع اللي بين ابليس وبين سيدنا ادم، وازاي بعد ما سيدنا ادم نزل للارض ايه الاحداث اللي حصلت. كل ده شفناه في الاجزاء اللي فاتت، لكن النهاردة هنبدأ فعليا حرفيا في بداية سلسلة الحضارة اللي بنجهز لها من فترة طويلة جدا. يا ترى بعد ما سيدنا ادم حدثت قصة قابيل وهابيل، ايه اللي حصل؟ ماذا حدث بعد وفاة هابيل على يد قابيل؟ اخر حاجة وقفنا عندها ان قابيل هرب الى اليمن مع زوجته اللي نزلت معاه في نفس البطن، وده كان زواج غير شرعي وغير مقبول من عند الله ومن عند سيدنا ادم، لكنه اخذ زوجته اللي كانت جميلة جدا 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 وهرب لليمن. ومنطقة اليمن ومنطقة مصر ومنطقة العراق ومنطقة جنوب تركيا، المنطقة دي كانت سهول بتحيط بمنطقة مرتفعة، المنطقة المرتفعة دي اللي هي أرض الحجاز وبتمتد لغاية أطراف العراق والقدس. يا ترى إيه اللي حصل بعد كده؟ خلينا متفقين على عدة نقاط. أول نقطة إنهم كانوا عمالقة، النقطة التانية إن ما كانش فيه فواصل، يعني ما كانش فيه حاجة اسمها بحر أحمر ولا خليج ولا بحر متوسط ولا أي حاجة من دي، كانت القارات كلها متلاصقة. سيدنا آدم سكن الجبال من المنطقة المرتفعة، وقابيل سكن في الارض المنخفضة في بدايتها في اليمن قبل ما تهاجر بقيت شعوبه زي ما هنذكر في الحلقة دي، ووصلوا لمصر ووصلوا للعراق وجنوب تركيا. طبعا المسافة بينهم قصيرة جدا. كانت زوجة قابيل جميلة جدا جدا جدا، كان بعد ما سيدنا ادم مات له هابيل وظل يبكي 5 سنوات اخلف الله عليه بابنه شيس عليه السلام، كان في قريب من الشبه في هابيل. الله سبحانه وتعالى اسماه شيس علشان معناها هبة الله، يعني يكون بديل او عوض او هبة الله عوض عن وفاة هابيل. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل كان شيء غريب جدا وتطور لافت، ان سيدنا شيس وسيدنا ادم انجبوا ذرية كتيرة جدا سكنت في المنطقة العليا اللي بنشاور لكم عليها في الخريطة دي، وقابيل سكن في المنطقة السفلى المحيطة بالمنطقة المرتفعة. وقلنا برضو ان نهر النيل كان بينبع من جنة عدن، ده طبقا لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان جنة عدن بيخرج منها 4 انهار: نهر الفرات في العراق ونهر النيل في مصر ونهرين تانيين كان اسمهم سيحون وحيحون، والنهرين دول اثبتنا وجودهم بالاقمار الصناعية في الحلقات السابقة، وان هم حاليا تم دفنهم تحت الارض. هتقول لي ازاي ان النيل كان بينبع من هناك؟ هقول لك للمره الثانيه ما كانش فيه حاجه اسمها بحر احمر، وفعلا ثبت بالدلائل الجغرافيه والجيولوجيه ان نهر النيل كان بينبع من المنطقه دي في البدايه قبل الطوفان طبعا، لكن بعد الطوفان حصلت تغيرات جيولوجيه ضخمه جدا هنتكلم عنها في حينها، وبدا نهر النيل يتغير مجراه
وينبع من مناطق مختلفه في افريقيا، الى ان اتى ملوك عمالقه في مصر وقاموا بتقويم المجرى اللي موجود عليه نهر النيل حاليا. وهنذكر برضو كل شيء في حين. ازاي بدات الحضاره على الارض؟ ويا ترى بدات في الاراضي العليا ولا بدات في الاراضي السفلى عند قبيل؟ خلينا متفقين ان كل الكلام اللي بيقولوه عن بدايه الحضارات وان الحضاره كانت بدائيه والانسان ما كانش بيعرف يتكلم والانسان بدا يطور اللغات والكتابه مع مرور الوقت، كل الكلام ده كذب، لان الله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم وقال وعلم ادم الاسماء كلها. الاسماء دي كنايه عن العلم اللي نزل بيه سيدنا ادم. سيدنا ادم نزل معاه علم متطور جدا لم نصل اليه حتى الان، ويكفي ان انت هتعرفه في الحلقات القادمه ان العلوم اللي نزلت مع سيدنا ادم دي بلغت من التطور ان البواقي اللي اتبقت منها قامت عليها كل الحضارات العظمى اللي احنا لحد دلوقتي مستغربين ازاي ثبت لنا الاثار دي كلها، البواقي اللي اتبقت من سيدنا ادم. لكن ازاي انتقلت الحضاره دي؟ سيدنا ادم في الاراضي العليا اكتفى بالتوبه والعباده والبكاء على الذنب اللي عمله في حق الله سبحانه وتعالى عندما اكل من الشجر. عن النبي صلى الله عليه وسلم انزل على شيس 50 صحيفه وانه كان نبيا، والى شيس انساب بني ادم كلهم الى اليوم، وذلك ان نسل سائر بني ادم غير نسل شيس انقرضوا، ولم يزل شيس مقيما بمكه يحتج ويعتمر، وجمع ما أنزل عليه من الصحف إلى صحف أبيه آدم فعمل بها. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال لما حضرت آدم الوفاة فيما يذكرون والله أعلم، دعا ابنه شيسا فعهد إليه عهده وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادة الخلق في كل ساعة منهن، فأخبره أن لكل ساعة صنفا من الخلق فيها عبادته، وقال له يا بني إن الطوفان سيكون في الأرض يلبس فيها 7 سنين، وكتب وصيته. فكان شيس فيما ذكر وصي آدم أبيه عليه السلام، وصارت الرياسة من بعد وفاة آدم لشيس. فأنزل الله عليه فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صحيفة. افتكروا الكلام ده كويس واسمعوا الحديث اللي جاي ده علشان مهم جدا وهيترتب عليه أحداث كبيرة جدا. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن داود عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بنحوه، وذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته 11 يوما، وأوصى إلى ابنه شيس عليه السلام وكتب وصيته، ثم دفع كتاب وصيته إلى شيس وأمره أن يخفيه من قابيل وولده، لأن قابيل كان قد قتل هابيل حسدا منه حين خصه آدم بالعلم، فاستخفى شيس وولده بما عندهم من العلم، ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به، ويزعمون في الكتب السابقة أن آدم عليه السلام كان عمره 930 عاما حين أتته الوفاة. طبعا ده غير ال70 سنة، نضيف لهم ال70 سنة اللي أضاهم في الجنة قبل ما يخرج منه. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال لما كتب آدم الوصية مات صلوات الله عليه، واجتمعت عليه الملائكة من أجل أنه كان صفي الرحمن، فكبرته الملائكة وشيس وإخوته في مشارق الفردوس عند قرية هي أول قرية كانت في الأرض، وكسفت عليه الشمس والقمر 7 أيام ولياليهن، فلما اجتمعت عليه الملائكة وجمع الوصية جعلها في معراج ومعها القرن الذي أخرج أبونا آدم من الفردوس لكي لا يغفل عن ذكر الله عز وجل. هذه القرية التي تفن فيها أبونا آدم كانت أول قرية تجمع البشر على الأرض. نفهم إيه من الأحاديث ومن الكلام اللي سمعناه ده؟ الكلام ده بيحدد لنا بدقة شديدة جدا فين أول قرية اتبنت، إيه اللي حصل بعد سيدنا آدم ما توفى. طبعا كل الكلام اللي بيتقال عن إن الإنسان كان بداية اتفقنا إن هو كله كلام كذب. الإنسان الأول كان لديه علوم لا توجد حتى الآن، بواقي 1% أو 1 في الـ1000 من العلوم دي هي اللي قامت عليها الحضارات العظمى اللي أتت بعد كده. العلوم اللي الله سبحانه وتعالى اختص بها سيدنا آدم، ذكر في الحديث الشريف أن سيدنا آدم عهد إلى ابنه شيس بأنه يخفيها عن قابيل. ده معناه إيه؟ أن قابيل كان حي وموجود وقت ما سيدنا آدم دفع بهذه الوصية إلى شيس، وإن العلم ده كان شيء خطير جدا جدا جدا، وخاف سيدنا آدم إنه يوصل لقابيل فيستخدمه في الشر، وقد حدث، وقد حدث ما خاف منه سيدنا آدم. لكن إيه اللي حصل؟ طبعا لأن الحضارة أو الأمة أو الشعب اللي كان موجود في المنطقة العليا أو في الأراضي العليا كان بيمتلك العلم، فقدروا يبنوا أول قرية في التاريخ. القرية دي مكانها في مكة في غار يسمى أبي قبيس، وهو غار يقال له غار الكنز. لا يعرف أحد ما اسم هذه القرية تحديدا، لكن دي أول قرية سكن فيها شعب في التاريخ. دي أول قرية سكن فيها شعب يا جماعة في التاريخ. اعرفوا المكان ده، المكان ده في مكة المكرمة أو بجانب مكة المكرمة في غار يسمى أبي قبيس، اتعملت فيه أول قرية، وده اللي اتدفن فيه سيدنا آدم عليه السلام. أو قبل الطوفان سيدنا نوح أخرج جثمان
آدم وحواء ونقلهم إلى مكان آخر يقال بيت المقدس، ويقال إن هو عاد ودفنهم في نفس المكان التاني بعد الطوفان. لا يعلم أحد إيه أين دفن سيدنا نوح الجثمانين بعد الطوفان، لكن قبل الطوفان دفن وأقيمت أول قرية في العالم، قرية مش مدينة عشان هنذكر المدينة بعد قليل، أول قرية في العالم اتبنت في مكة المكرمة في مكان يسمى الآن غار أبي قبيس. علشان ننهي الخلاف ان كل واحد بيقول ان اول مدينه او اول قريه اتبنت في دولته في مصر في اليمن في العراق في، لا لا مفيش الكلام ده، اول قريه اتبنت كانت في مكه المكرمه، وده بسبب ان هم كانوا بيمتلكوا العلوم في اراضي المنطقه العليا، اما الاراضي السفلى اللي كان بيسكنها قبيل وابنائه لم يمتلكوا اي علوم، كان بيملك بس علم واحد فقط وهو علم الزراعة، قابيل كان بيزرع فقط لم يملك أي علم آخر. إيه اللي حصل بعد كده؟ اكتفى سيدنا آدم وابنه شيس عليه السلام بالعبادة وبإخفاء العلم عن قابيل وشعبه، تقويم أهل الأراضي العليا اللي ظلوا على العبادة. برضو أرض السفلى والشعب اللي كان فيها قابيل لم يكفروا لكنهم عصوا الله. سيدنا شيس عليه السلام أنجب ابن سماه أنوش، سماه أنوش. طبعا سيدنا شيس عليه السلام أنجب أبناء كتير وبنات كتير، لكن إحنا اتفقنا إن إحنا في السلسلة هنا هنذكر اللي أثروا في التاريخ فقط في الحضارة اللي حضرت قبل الطوفان، إحنا هنذكر بس الأشخاص المهمين اللي أثروا في التاريخ، أو الملوك اللي ملكوا الأراضي العليا والملوك اللي ملكوا الأراضي السفلى والملوك اللي ملكوا الاتنين مع بعض. لكن باقي أسماء أبناء سيدنا آدم أو باقي سلالات شيس أو بقية السلالات من قابيل مش هنذكر، قابيل أنجب سلالة ضخمة جدا في الأسفل، هنذكر بس الملوك والسلالة المهمة فقط اللي تسببت في النهاية في هلاك الأمم قبل الطوفان، وهنذكر في سلالة سيدنا آدم السلالة اللي خرج منها الأنبياء والملوك اللي حكموا مشارق الأرض ومغاربها، هنذكر بس السلالة المهمة، أما الباقي فلم يخرج منه أي شيء يذكر في التاريخ. فسيدنا شيس عليه السلام أنجب الكثير والكثير من الأبناء، وكذلك سيدنا آدم عليه السلام، لكن أهم واحد فيهم واللي خرجت من سلالته الملوك كان أنوش، أنوش ابن شيس عليه السلام، وده اتولد وسيدنا شيس عليه السلام عنده 605 سنة. أنوش عليه السلام كان ليه أخ اسمه أتريكين، أتريكين لم يكن له اي اثر او اي شيء تركه في التاريخ غير حاجة واحدة بس، ان هو انجب اولاد كانوا على الايمان والتقوى لدرجة كبيرة جدا. الابناء دول اسمهم هتعرفوا اسمهم اول ما اقول اسمهم على طول، كان اسميهم يغوث ويعوق ونسرة وسواع وود، ودول كانوا قوم صالحين وعابدين لله لدرجة ان اهل الاراضي العليا واهل الاراضي السفلى عبدوهم في فترة من الفترات بعد كده، وده اللي ذكر في القرآن وهنقوله في وقته، وظل الناس تعبدهم حتى بعد الطوفان. دول كانوا عابدين لله وكانوا أئمة كبار جدا 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 وموحدين بالله وبيدعوا الناس للإيمان والتوحيد سواء في أراضي العليا أو في الأراضي السفلى، كان لهم كرامة ومكانة عالية جدا عند أهل الأراضي العليا وعند أهل الأراضي السفلى، لكن غير كده ما كانش ليهم تأثير في مجال الحضارات أو في التاريخ البشري اللي هنقوله بعد كده. المهم هنا كان أنوش، أنوش أخذ العلم وأخذ الرسالة اللي تركها سيدنا آدم وأبيه شيس عليه السلام وأنجب قينان، قينان لم برضو يستفد بالعلوم اللي تركها له أبيه أنوش واللي أخذها من الصحف اللي أنزلت على سيدنا آدم وسيدنا شيس عليه السلام، وأعطى العلم ده كله لمهلئيل. مهلئيل ده بقى هو أهم شخصية على الإطلاق في الجزء الأول من الحضارة البشرية قبل الطوفان، ده أول واحد أنشأ أول مدن على الأرض وأول واحد أنشأ الحضارة على الأرض وأول واحد ملك الأرض كلها، ده أول واحد ملك الأراضي العليا والأراضي السفلى. إيه اللي حصل في عهد مهلئيل؟ حصل في عهد مهلئيل شيء خطير جدا جدا جدا، في نقطة عاوز أنبه عليها وأفهمها لكم وتركزوا فيها، النقطة دي هتفهمكم حاجات كتير جدا خارج الأمور اللي أنتوا تعلمتوها أو خارج الأمور اللي أنتوا مستوعبينها، وزي ما اتفقنا إن إحنا هنا بنقول كلام حقيقي وتقدروا تبحثوا ورايا في الكلام ده، لأن الكلام اللي أنا بقوله ده كله في التاريخ المحرم، التاريخ العربي مش تاريخ التوراة زي ما ناس بتقول، ده التاريخ العربي الإسلامي التاريخ الحقيقي اللي اتنقل من جدود الجدود الجدود القديمة لكنهم أنكروه بعد ما اخترعوا حاجة اسمها حجر رشيد وشامبليون والكلام الفارغ ده، وبدأوا يحطوا التواريخ بإيديهم وبدأوا يزيفوا كل حاجة، والكلام التخريف بقى اللي سمعناه إن الفضائيين بنوا الأهرامات وجي ناس الجن مش عارف هما اللي بنوا إيه، والكلام الفارغ اللي أنتوا بتسمعوه ده كله واللي لا يدخل أي عقل
من خلال السلسله ده تعرفوا الترتيب الحقيقي وازاي وصلنا ليه اللي احنا فيه دلوقتي، ومش بس كده وايه اللي هيترتب عليه في المستقبل لغايه يوم الدين باذن الله. كل شيء اخبرنا به الانبياء والصحابه والتابعين والمؤرخين ومن قبلهم من الانبياء والمرسلين والصالحين. مهلئيل انجب يارد او اليارد، ومعاه طبعا اولاد تانيين، انا بذكر لكم الشخص المهم في السلاله، ونقل اليه الوصيه والملك. يارد هنا اللي حصل عنده انقلاب في التاريخ وفي الحضارة. مهلئيل هو اللي أسس، يارد حصل عنده فجوة في التاريخ، وبعد كده مسك أخنوخ، هو أخنوخ ولد إدريس عليه السلام، وإدريس عليه السلام أنجب متشولح، ومتشولح أنجب لامك، ولامك أنجب سيدنا نوح عليه السلام، طبعا اللي قام في عصر الطوفان اللي هو في نقطة فاصلة في التاريخ البشري سيدنا نوح. هنركز هنا في أهم شخصية في المملكة العليا وهو مهلئيل. يا ترى مهلئيل حصل ايه؟ مهلئيل اخذ العلوم اللي تركها جده ادم وجده شيس عليهم السلام، واول واحد يستخدمه. طبعا اباؤه كانوا حراس على العلم فقط لم يستخدموا، اجداده سواء من اول سيدنا ادم، سيدنا شيس، انوش، قايين، كل دول اكتفوا بانهم يكونوا حراس على هذا العلم، ولكنهم تفرغوا للعباده ولدعوه الناس للايمان والتوحيد والمحافظه على مملكه او ارض العليا، ان هم يكونوا على الايمان والتوحيد، وان هم يبعدوا عن المعاصي اللي كان بيعملها شعب قبيل في الاسفل، اللي لحد دلوقتي لا بنى قرى ولا بنى مدن ولا انشا اي حضاره على الارض. ايه اللي حصل في زمن مهلئيل؟ الاول قبل ما اذكر لكم ايه اللي حصل في زمن مهلئيل يا جماعه، الجن والشياطين والمرضة والغيلان والعفاريت وكل الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي وما بنشوفهاش، كانوا موجودين في بداية الزمان على الارض باجسام مادية، وكانوا بيبنوا منازل وقصور، وكانوا موجودين على الارض باجسام مادية. والدليل على كده ان الله سبحانه وتعالى ارسل الملائكة لمحاربتهم واجلاءهم من الارض لتصبح الارض في ملك سيدنا ادم، واجلاهم لجزر البحور. لو كانوا اجسام خفيه زي ما الناس معتقده او زي ما هم محالتهم دلوقتي، ايه الفايده من ان الملائكه تنزل تحاربهم وتطردهم؟ ما الانسان هينزل عادي وهم موجودين، ما هم جميع الاحوال مخفيين. الملائكه طردتهم لجزر البحور لانهم كانوا فعلا موجودين وباجسام، اجسام زي اجسامنا او اجسام اخرى بس اجسام ماديه، كانوا عايشين على الارض وبنوا حضارات وبنوا قصور وبنوا ممالك، ومنها زي ما قلنا التصيلي للنيجر اللي موجوده في الجزائر، لسه لهم مدن لحد هذه اللحظه، كان لهم اجسام ماديه، وبعد ما نزل سيدنا ادم كان لهم اجسام ماديه. هنقول دلوقتي امتى اختفوا بالظبط، او امتى اتحولوا للعالم الموازي اللي عايشين معانا فيه حاليا، وهم بيشوفونا احنا ما بنشوفهمش، لكن لحد هذه اللحظه لا نزلوا، وابليس سيدنا ادم كان بيشوفه، وابليس نزل للارض عادي مع سيدنا ادم، وده اللي ذكر في القران لما الله سبحانه وتعالى انزله مع سيدنا ادم، نزل عادي كان بنشوف بعض، سيدنا ادم كان بيشوف ابليس، وابليس كان بيشوف سيدنا ادم، وحتى ابنائه كنا بنشوفهم عادي جدا. ايه اللي حصل وليه بطلنا نشوفهم؟ هتعرفوا من خلال الاحداث اللي جايه دي. حدث في زمن مهلئيل امر عجيب جدا، معركة سميت بالقيامة البشرية، معركة اتسمت في التاريخ القديم بحرب القيامة البشرية، كان قائدها مهلئيل. مهلئيل اتفاجئ ان ابليس بيكون جيش من المردة والغيلان والشياطين والجن اللي كانوا اتبقوا من التدمير اللي حصل من الحرب اللي حصلت بينهم قبل سيدنا ادم يتخلق، والحرب اللي حصلت بينهم بين الملائكة. قدر ابليس في الفترة دي ان هو يجمع اللي اتبقوا ويجمع الاسلحة اللي اتبقت من الحضارة اللي كانت عندهم، ويعيد تدريبهم وتسليحهم وتجيشهم، وعمل جيش ضخم جدا من المرضى والغيلان، وخصوصا الغيلان والجن، وحب يرجع تاني يسيطر على الارض بعد ما سيدنا ادم توفى. لقى فرصته في عصر مهلئيل. ليه؟ لان كان خايف بشكل واضح من سيدنا ادم اللي فضل عايش لغايه قبل عصر ابنه مهلئيل بحاجه بسيطه. يعني سيدنا ادم عاش وشيس موجود، وفي اقوال بتقول ان قينان وانوش حضروا. هو استنى لما الجيل زي ما نقول الجيل الاول ده يدفن، وجه في عصر مهلئيل. هنا مهلئيل اضطر يستخدم يفتح العلوم الالهيه اللي نزلت على سيدنا ادم، والعلوم اللي نزلت على سيدنا ادريس والصحف، ويبدا ياخد منها الركن المادي، مش الركن العباده فقط اللي كان بيستخدمه اباء واجداد، هنا بدا يستخدم الركن المادي. شعب قابيل هنا لجا لمهلئيل. ليه؟ لان قابيل كان عايش، لكن قابيل ما كانش في ايده حيله ان هو يواجه هذا الخطر العظيم، او الحرب القيامه، او زي ما سموها حرب القيامه للبشريه، او كانت هتبقى حرب الفناء للبشريه
لولا اللي حصل من مهلئين. لجأ كل الشعب في منطقة الأرض السفلى لمهلئين رغم انهم كانوا عصاه، بس لجأوا له وخضعوا له وأمروا عليه. فكان مهلئيل هو أول ملك يملك الأراضي أو الأقاليم السبعة، سواء في الأراضي العليا أو في الأراضي السفلى. الممالك السبعة أو الأقاليم السبعة الأرض كلها ملكها مهلئيل، وهو أول ملك يحكم الأرض في التاريخ. ويقال أيضا أنه هو أول من قطع الأشجار، وهو أول من بنى المدائن وشيد الحصون. عمل إيه مهلئيل؟ مهلئيل استخدم العلوم دي والأول مرة، وطبعا هو كان مضطر، هو ما أخطأش. طبعا سيدنا آدم أوصى شيس ابنه أن العلوم دي ما تروحش لشعب قابيل ولا القابيل، وشيس نقل الوصية طبعا لابنه أنوش، وأنوش نقلها لقينان، وقينان نقلها لمهلئيل. لكن مهلئيل اضطر هنا مجبر أنه ينقل العلوم دي لشعب قابيل. ليه؟ مهلئيل قام ببناء مدينتين عظيمتين. المدينة الأولى بابل، ودي كانت مدينة محصنة شديدة التحصين، سلح جيشها بأسلحة متطورة جدا جدا جدا. سيبك من الكلام اللي بقوله السهام والسيوف وكلا، لا لا لا، أسلحة متطورة جدا، وهنجيب لكم الدلائل والأثار بتاعتها، لكن في حلقات قادمة هنجيب لكم الدلائل والأثار اللي موجودة لحد دلوقتي من الأسلحة المتطورة دي، من قبل التاريخ، من قبل الطوفان، أسلحة متطورة جدا 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 احنا لا نملك حتى لها مثيل حتى الآن. صنعت ويتحصن بيها مدينة بابل. هي اغلب الاقاويل بتقول ان هي بابل العراقية، لكن ما حدش يعرف بابل ديت، هل القرية اللي كانت في مكة اتحولت لمدينة، هل هي القدس زي ما اغلب الاقوال بتقول، ما حدش عارف المدينة المحصنة دي كانت انهي واحدة في الدول، بس هي واحدة من الثلاثة. يا القرية اللي كانت موجودة في مكة اتحولت لمدينة وتحصن فيها اهل الاراضي العليا، يا اما ارض بابل الحالية في العراق واللي تأسس بعد كده منها اول حضارات بعد الطوفان مدينة بابل، او يقال ان هي مدينة القدس الحالية. لا، وبنى مدينة تانية اجتمع فيها كل شعب قبيل او كل شعب الاراضي السفلى، ودي كانت في مصر، مدينة اتسمت السوس الكبرى، مدينة السوس الكبرى او مدينة السوس الاقصى، لها اسمين، السوس الاقصى او السوس الكبرى. المدينتين دول اللي بناهم مهلئيل وبصفته كان حاكم الممالك والاراضي السبعة، وان هو جمع الممالك والاراضي السبعة دي او الاقاليم السبعة دي حولهم لمدينتين كبار زي ما قلنا، واصبح مضطر هنا انه ينقل كل العلوم والتسليح وكل التكنولوجيا وكل العلم اللي ورثه عن اباه واجداده للشعبين، لانه اصبح حاليا ملك الاثنين، ملك الاراضي العليا والاراضي السفلى. طبعا قابيل ظل في اليمن كما هو لان كان منفي ومغضوب عليه، وعمل مدينتين شديدتين التحصين. يا ترى ايه اللي حصل بقى هنا في الحرب دي؟ ودي كانت بداية انتقال العلوم والحضارة والتكنولوجيا وكل العلوم الالهية اللي نزلت على سيدنا ادم وسيدنا شيس عليه السلام للاراضي السفلى وشعب قابيل اللي كانوا على المعصية، لكن في الفترة دي توقفوا عن المعصية بسبب الخطر الداهم اللي جاي عليهم من ابليس وجيشه. ايه اللي حصل؟ روى لنا الحافظ ابن كثير في موسوعه البدايه والنهايه ان مهلئيل ابن قينان اسس جيش من الانس وكان الاول من نوعه على الارض، وذلك للدفاع عن مدينتي بابل والسوس الاقصى. اتفقنا ان بابل دي كانت في العراق او في فلسطين او في مكه، والاقرب انها كانت في مكه، ومدينه السوس الاقصى اللي هي في مصر، اللي هي اتبنى عليها بعد كده حضاره اطلانتس، واللي اتبنى عليها بعد الطوفان حضاره قوم عاد، واللي اتبنى عليها بعد قوم عاد ما يسمى بمدينة منفى الكبرى اللي قامت فيها حضارة ما يسمى بالفراعنة. مدينة السوس دي هي أساس التاريخ البشري، مدينة السوس الأقصى دي هي حضارة أطلانتس الغارقة، وهي اللي حصل فيها كل التاريخ بعد كده. ركزوا معانا بقى في الكلام اللي بنقوله ده، واتنقل طبعا ليها كل العلوم من خلال الحرب اللي حصلت دي. نكمل. قال ابن الحافظ في موسوعة البداية والنهاية: من تفاصيل المعركة التي قد أوردها لنا ابن كثير هي أنها بدأت بعد موت آدم، حيث بدأ إبليس وقتها في محاولة إغواء أبنائه بمساعدة شياطين الجن والمرضى والغلال ليبسط نفوذه على الحياة في الأرض كلها. ولما أدرك مهلئيل خطورة ذلك بنى المدن ليحافظ على البشر، وخاصة بعد ظهور الشياطين والمرض علنا لبني الإنسان وسيرهم بالشوارع والغابات أمامهم ليرعبوا بني آدم. بعد أن جمع إبليس جيش ضخم من شياطين الجن والمرضى والغلال، وقرر أن يستعيد جميع ممالك الجن على الأرض وأن يستعيد مجد الشعب القديم، قام مهلئيل بواسطة العلوم التي تركها له أجداده ببناء مدينتين عظيمتين زي ما اتفقنا. المدينة الأولى كانت مدينة بابل، والمدينة الثانية كانت مدينة السوس الأقصى. وذكر أيضا في كتابه الشهير البداية والنهاية
اللي تحدث فيها عن المعركة اللي حدثت بين الإنس والجن، وقال إن ميهلئيل قام بتأسيس أقوى جيش من الإنس لمواجهة الجن في معركة كبيرة جدا، إذ حاول الجن التعدي على الأرض والاستيلاء عليها، وذلك للدفاع عن مدينتي بابل والسوس الأقصى. عندما حاول إبليس والجنود الخاصة به الهجوم على هذه المدن، تصدى له جيش ميهلئيل، وقتل الكثير من جيش إبليس وفروا هاربين. وكانت أهم نتائج هذه المعركة هي القضاء نهائيا على كائنات الغيلان التي ظلت حية في المخيلة العربية إلى جوار الرخ وغيرها من الكائنات الغريبة والمرعبة، وأنه لما حاول إبليس وجنوده العودة مرة أخرى لغزو هذه المدن، قامت معركة أخرى رهيبة بين الجيشين، جيش الإنس وجيش إبليس، وانتصر الإنس أيضا في هذه المعركة، وقتل الكثير من المرضى في تلك المعركة ومن أتباع إبليس، وعدد كبير جدا من الجن، وبالتالي أحجم إبليس عن مواجهة ميهلئيل وفر هاربا، كما ذكر ابن كثير إلى العزلة كما كان أيام آدم عليه السلام، ولقد عاشت بعض تلك المخلوقات بالذاكرة العالمية والعربية على وجه الخصوص والغلال، رغم ذكر العهد القديم أنه تم القضاء عليها، إلا أنها بقيت في الذاكرة العربية تروح وتجدو وتقول بين السنين. والغول هي كلمة مشتقة من غالو، وهي كائنات شيطانية في أساطير الحضارة السومرية والآكدية العتيقتين، وكانت تعد كلمة رائجة في المجتمع العربي والإسلامي قبل الإسلام وبعد الإسلام، وخصوصا بعد الإسلام عاد ذكر الغيلان في أحاديث نبوية بعينها، فقد أشار للغول كونه هو مخلوق يغول المسافرين والمبتعدين عن الطريق المتعمقين في الأحراش، وهو يصفر صفرة شيطانية من أمامك ثم من خلفك، ويستطيع التمثل للإنسان بشكل صديقه، وهو مشهور عنه هذا الفعل قبل الإسلام وبعد. وفي حديث النبي عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فإذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالأذان، ولا تنزلوا على جواد الطريق ولا تصلوا عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أنه كانت له سهوة فيها التمر، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه، فشكى ذلك إلى النبي فقال اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال فأخذها فحلفت أن لا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت أن لا تعود. قال كذبت وهي معاود للكذب. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي فقال له النبي ما فعل أسيرك؟ قال حلفت أن لا تعود. فقال له النبي كذبت وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي. فقالت إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربنك شيطان ولا غيره. قال فجاء إلى النبي فقال ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت، قال صدقت وهي كذوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يعني الحديث بيذكر غيلان موجودة، لكن طبعا زي ما قلنا مثلها مثل الجن مثل الشياطين، تم إخفائهم بعد هذه الحرب بدعاء أبو الجن سمية بعد الهزيمة الصاحقة، حربين متتاليين مع البشر، وحرب قبلهم مع الملائكة، وحرب بين الجن والجن مع بعض. دعا سيدنا سمية، أيوة هنقول سيدنا سمية لأن سمية أبو الجن كان على التوحيد من بداية حياته لنهايتها، كان على التوحيد يا جماعة زي سيدنا آدم، يعتبر نبي في عند الجن وهو أبو الجن. كان سمية دعا الله سبحانه وتعالى بأنه يخفي الجن من أمام البشر حتى لا يطردهم البشر ويهلكوهم أو يفنوهم، عشان كده ذكرت لكم في حلقة قبل كده إن البشر أقوى من الجن بكتير بكتير بكتير، الجن هم اللي خايفين يظهرون، وإن كانوا هنذكر لكم في الحلقات القادمة اختلطوا بالبشر في بعض الأحوال وأنجبوا سلالة، وهيظهرون تاني في حرب قبل القيامة بفترة ما، هنذكر لكم الأحداث دي في كل حاجة في وقتها. الكلام اللي بنقوله ده يا جماعة حقيقي حقيقي حقيقي، وتقدروا تبحثوا بنفسكم وهتعرفوا ان كل كلمة بنقولها حقيقية 100%، مش مجرد كلام في اليوتيوب وخلاص. ايه اللي حصل بعد الحرب دي؟ ظلت مملكة الاراضي العليا والاراضي السفلى المتمثلة في مدينتين، مدينة بابل ومدينة السوس الاقصى، بيحكمها ميهلئيل. بعد ميهلئيل ما توفى انتقل الحكم ليارد، يارد ابنه. في فترة يارد حصل أمور وحصلت مشاكل وحصل اختلاف وحصل انقلابات أدت في النهاية لظهور حضارات واختفاء حضارات وتغير وجه الأرض، وبعد الإيمان الكامل انتشرت المعصية وانتشر الكفر، وتحولنا بعد كده للمرحلة اللي البشر استحقوا بسببها الطوفان العظيم. لكن في الفترة دي ما بين ميهلئيل لغاية سيدنا نوح عليه السلام، ظهرت أكبر وأضخم حضارة في التاريخ البشري كله، وهي الحضارة اللي اتبنى في عصرها الأهرامات الثلاثة
الاهرامات المصريه اللي بيسموا هرم خوفو وخفرع ومنقرع كذبا. الاهرامات الثلاثه دول وابو الهول اتبنوا في عصر حضاره اطلانتس المفقوده، واللي هنذكرها لكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. الحضاره دي اقيمت على ارض مصر، بتمتد من بلاد النوبه الى اقصى منطقه قبرص او منطقه البحر المتوسط، ما كانش موجود، دي كانت كلها ارض، كانت اوروبا ملتصقه في قاره افريقيا. البحر الاحمر والبحر المتوسط والمحيطات اتوجدوا من المحيط الاعظم اللي كان بيحيط بالقاره الاعظم اللي كانت بتضم السبع قارات. هنذكر لكم كل ده وهناكد لكم بالدلائل، ده كلام علماء، ده مش كلامي. هنجيب لكم العلماء في الحلقات القادمه باذن الله، وهنجيب لكم الخرائط اللي اتصورت، وهنقول لكم اسم القاره دي كان ايه، وهنثبت لكم بالدلائل ان هي كانت قاره واحده فقط، وان المنظر الحالي ما حصلش غير بعد الطوفان العظيم. قاره اطلانتس، انتظروا حلقه كبيره جدا وشيقه او عده حلقات متتاليه عن قاره اطلانتس وحقيقتها، وازاي ان هم عارفين الحقيقه، الحكومات والشعوب الكبرى في العالم عارفين حقيقه قاره اطلانتس، وعارفين ان قاره اطلانتس دي عباره عن مدينه السوس الاقصى كبرت، والمدينه دي اتفتح منها مدن كتيره جدا وتحولت لحضاره عظيمه ضخمه جدا جدا، وهم بناه الاهرام الحقيقيين. حضاره اطلانتس نقولها لكم تاني، هم بناه الاهرام الحقيقيين، الاهرام الثلاثه بس، من بقيه الاهرامات لا، الاهرامات الثلاثه بس هما اللي بناهم حضاره اطلانتس. الاهرامات الثلاثه اتبنت ليه؟ حضاره اطلانتس قامت ازاي؟ وازاي ابناء قابيل قدروا باستخدام العلوم اللي خدوها من مهلائيل يكونوا اعظم حضاره في التاريخ البشري؟ وازاي رغم ان هم كونوا اعظم حضاره ماديه في التاريخ البشري قدروا يتحولوا من الايمان للمعصيه للكفر بالله والعياذ بالله، واستحقوا العذاب العظيم اللي هو الطوفان؟ انتظروا حلقات شيقه جدا 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 جدا. الحلقات القادمه هنتكلم عن الحضارات اللي قامت بعد قبل الطوفان، هنحكي عنها بالتفصيل، هنحكي عن ملوكها، ازاي انتقل الحكم من مملكه الاراضي العليا لمهلائيل لمملكه الاراضي السفلى لابناء وشعب قابيل، ازاي اتغير الحياه على الارض، ازاي اتغير شكلها، ازاي تطورنا بشكل رهيب جدا 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 في وقت قياسي وفي وقت قصير جدا، وازاي اختفت الحضاره دي من على وجه الارض مره واحده. معلومات شيقه اسرارها هنكشفها لاول مره. يا ريت يا جماعه، يا ريت توصلوا الفيديو ده لكل الناس، لان فعلا الحقيقه دي مخفيه، وصدقوني صدقوني هم مش عاوزيني اقولها، واللي كانوا اتفرجوا على القنوات السابقه ليا او القنوات الاخرى ليا هيعرفوا ليه انا بقول الكلام ده. الكلام ده حقيقي 100%، الكلام ده مش هيوصل لكم تاني، يا ريت تساعدوا في انه يوصل. حتى لو كان في البعض منكم مش قادر يصدق دلوقتي بسبب ان المعلومات جديدة وصعبة ومختلفة عن المعلومات اللي درسها وتعلمها طول حياته، لكن مع الوقت صدقوني هقدم لكم الوثائق والادلة واقدم لكم كل شيء يثبت لكم كلامي ده، لكن في الوقت المناسب. ارجوكم شيروا الفيديو، شاركوا الفيديو، اكتبوا اي تعليق عشان يظهر في محركات البحث، وما تنسوش ان انتوا تعملوا اعجاب علشان ده بيساعد في ان الفيديو يتحرك اكتر ويوصل لناس اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.